سوريا حقق الجيش السوري تقدما كبيرا نحو السيطرة على منطقة مخيم اليرموك جنوبي البلاد، فيما استمر تنفيذ اتفاقيات إجلاء مقاتلي المعارضة المسلحة من أطراف العاصمة دمشق. ووسط سوريا باتجاه الشمال السوري، تزامنا مع انتهاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقها في الهجوم المزعوم على مدينة دوما. بات الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على منطقة مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق بعد أسابيع من قصف المنطقة التي يتحصن فيها مقاتل داعش. واستطاع الجيش أن يتقدم في منطقة الحجر الأسود في الوقت الذي سلم مقاتل المعارضة المسلحة أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة لليوم الثاني على التوالي، بموجب اتفاق يقضي بخروجهم من مناطق سيطرتهم في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي المحاذيين باتجاه الشمال السوري. وتأتي عملية الإجلاء من وسط سوريا بعد اتفاقات مماثلة أفضت لإجلاء مقاتل المعارضة مع عائلاتهم من ثلاث بلدات جنوب دمشق، في إطار سعي الحكومة السورية تأمين العاصمة ومحيطها بالكامل بعد سيطرتها الشهر الماضي على الغوطة الشرقية. التطورات الميدانية على الأرض السورية تزامنت مع انتهاء خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من عملهم في مدينة دوما للتحقيق في الهجوم الكيماوي المزعوم على المدينة من قبل الحكومة السورية. أنهت مجموعة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في مدينة دوما السورية، حيث كانوا يقومون بالتحري عن المعلومات الخاصة بالهجوم الكيميائي المفترض والذي وقع في 7 إبريل الماضي. وقامت عناصر من المركز الروسي للمصالحة بين الطرفين والشرطة العسكرية الروسية بتأمين المواقع التي يشتبه وقوع الهجوم الكيميائي فيها بعد تحريرها من المسلحين. ما بين 3 إلى 4 أسابيع ينتظر أن تنتهي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحليل العينات التي أخذتها من دوما، لينتظر العالم تقرير المنظمة الذي سيمنح دمشق صك براءتها أو دليل إدانتها.